هي شهادة أحلام حسنين زميلة الشهيدة ميادة أشرف وقت استشهادها، اللي قال إن الطلقة التي أصابت الشهيدة جاءت من الخلف حيث كانت تتمركز قوات الشرطة. هو ده البلاغ، ودي فكرته، إن إحنا بنقول للنائب العام خد شهادة أحلام حسنين واستعين بيها في المحاكمة اللي أنت أحلت بيها 48 متهم من الإخوان للمحاكمة. حزبات الصبر لا اتكلم فيه. اولا بلغ للنائب العام في اعاده التحقيق في مقتل الصحفيه مياد شهيده احداث عين شمس، والاخذ باعتبار الشهاده التي ادلت بها الصحفيه زميلتها احلام حسنين، حيث ان احلام قالت انهم مكانوا في النص هي ومياد والشرطه ومرام والاخوان من خلفهم. الشرطة من خلفهم والإخوان وراء وأمامهم وهم في النص، والطلقة التي أصابت هذا جاي من خلف، ده تفسيري كرجل عسكري قبل كده. ثانيا أطالب المهندس إبراهيم محرز قال لي حق بنتك عنه، أنا بطالب بحق بنتي. ثاني هام بحق حقها في معاش، معاش لبنتي استثنائي سواء كانت تبع النقابة أو تبع النقابة. اللي انا اعرفه ان بنتي مات اثناء تهديد عملها كصحفيه. نمره ثلاثه ضم مياده حسب ما هو قال لي برضو لشهداء الثور، والكلام ده كان على تليفون الاستاذ زياد رضوان نقيب السابق قدام مستشفى هليوبوليس 28/3 ايام مقتل مياد. حوالي 30 صاحب ساعتها جايين اللي في الاخر شد البانر يا اخي. الاستاذ اشرف رشاد والد الشهيده مياده اشرف و150 عضوا للجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين وخمسه من اعضاء مجلس نقابه الصحفيين قاموا بالتوقيع على هذه البلاغات. بلاغ يتهم حسب روايه الزميله احلام حسنين شهاده الاثبات الوحيده بان قوات الشرطه هي من قامت بالتوقيع